للمرة السادسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خدمات الاتصالات والإنترنت تتوقف بشكل كامل في القطاع. ذاك ما أعلنته شركتا الاتصالات الفلسطينيتان الوطنية وجوال، محملتان الاحتلال المسؤولية. سبق وأن أرجعت شركتا الاتصالات سبب الانقطاع المتكرر إلى منع قوات الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل عناصر شبكات الاتصالات. الآثار الناجمة عن الانقطاع جمة، منها حرمان أكثر من 2 مليون شخص من التواصل مع أقاربهم داخل قطاع غزة المحاصر وخارجه. وفي ظل القصف الإسرائيلي المستمر على مدن القطاع، فإن قطع الاتصالات يحد من القدرة على التواصل مع الإسعاف لإنقاذ الجرحى، كما تتوقف العمليات الإنسانية وأنشطة ما تبقى من المستشفيات. إنها محاولة خنق متعمدة للقطاع المحاصر منذ أكثر من 16 عاما. هكذا وصفها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. أما أهداف الاحتلال فتلخصها منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية: غطاء لفضائع جماعية وإخفاء أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين، لا سيما وأن ما يحصل في غزة اليوم تجاوز كافة الحدود. What's happening in Gaza is beyond. ما يحدث في غزة أكبر من مجرد تدمير. أنا غاضب لأن العديد من زملائنا قد قتلوا. 134 من الأونروا وواحد من منظمة الصحة العالمية. ولأن نظامنا الإنساني لا يحظى بالاحترام، ولأننا غير قادرين على تقديم ما يمكننا القيام به عادة في حالة الحرب، ولأن حقوق الإنسان والقانون الدولي ينتهكان برمتهما يوميا وبأخطر الأشكال. ويظل توقف خدمات الاتصالات مفردة واحدة في قاموس الإبادة الجماعية الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، إلى جانب القتل وتدمير كافة مقومات الحياة في قطاع غزة على مرأى ومسمع رعاة حقوق الإنسان في العالم.